إن الدين عند الله الإسلام. لا شك أن عامة المسلمين هم معذورون من زاوية ومن جانب، لأنه كما قال تعالى: ولو بغير علم مناسبة هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستويان مثلا. طبعا الآية تعني لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون من حيث رفع الدرجات والمنازل، لكن أيضا بالمقابل لا يستوون في المؤاخرة، كما جاء في بعض الآثار السلفية، وأظنه عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه حيث قال: ويل للجاهل مرة وويل للعالم 7 مرات. عرفت هذا الجواب؟ طيب، فمن هذا الجانب هم لا يؤاخذون، لكنهم يؤاخذون إذا ما تجاوبوا دون أن يعملوا عقلهم وفكرهم بمقدار ما عندهم من عقل وفكر، ولا أقول بمقدار ما عندهم من علم، لأن البحث أنهم ليسوا بعلماء. ولذلك فأنا أقول في مثل هذه المناسبة ردا على الذين أغلقوا باب الاجتهاد في العلم، أنا أقول: سبحان الله، باب الاجتهاد لا يمكن غلقه حتى على العامة، حتى على العامة الذين ليسوا من العلماء بل ولا من طلاب العلم. كيف؟ هؤلاء عليهم، وهذه مسألة واقعية وكثيرا ما نسأل عنها، أنه يصلهم خبر عن عالم معروف له منزلته بين الناس، فتوى، ثم تأتيهم فتوى من عالم آخر تخالف أو تعارض الفتوى الأولى، وأيضا في مسألة حديثية يأتيهم خبر أن عالما ما صحح حديثا ما وعالما آخر ضعفه، فيقول: حيرتمونا، ضيعتمونا، حق لهم هذا وما حق لهم. وهنا كما يقال بيت القصيم، عليهم أن يجتهدوا، هنا بيت القصيم العامة عليهم أن يجتهدوا، فما بالكم بالعلماء؟ كيف يجتهد هؤلاء العوام وهم لا علم عندهم؟ نعم، لا علم عندهم العلم الشرعي، لكن عندهم علم كما قيل قديما ايش يقول العالم: العقل عقلاني، فموهوم ومكسوم، موهوم ومكسوم. هؤلاء العامة إذا ما جاءهم مثل هذا التعارض، هناك أمور واقعية يشترك في معرفتها هؤلاء العوام مع من هم يعني من الخواص، سواء كانوا علماء بل ولو كانوا من طلاب العلم. ما هو القدر المشترك بين هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء؟ هو مثلا، وهذه من مشاكل العصر الحاضر، دكتور تخرج في الأمس من الشريعة، أخذ الشهادة في الشريعة، دكتور، لا يستوي في علمه مع دكتور آخر تخرج منذ 10 سنين وهو جاد ويعمل في علمه، وليس كما يفعل كثيرون اليوم يركن إلى الشهادة ثم لا يزداد علما. لماذا؟ لأنه سعى وركض ركضا حثيثا وراء ميل الشهادة فقط للشهادة للوظيفة، فهي وسيلة للوظيفة وليست وسيلة للتعرف على القواعد العلمية
ليزداد بتطبيقها على الفروع الفقهية علما على علم. فأقول هذا الدكتور الذي تخرج في الأمس القريب وحصل شهادة في الشريعة لا يستوي مثلا مع الذي تخرج منذ 10 سنوات وهو يدأب ويعمل في علمه. هل يسأل مثلا هل يحتاج هذا إلى عالم؟ لا. وعلى ذلك يمكن تعداد الأمثلة والصور. الذي تخرج مثلا منذ 20 لا يقارن به الثاني الذي تخرج منذ 10 سنوات وهكذا دوالي. هذا مثال يمكن للعامة أن يجتهدوا وأنهم لا يعذرون عند الله عز وجل فيما إذا جاءتهم فتوى من الدكتور الأول وكان عندهم فتوى من الدكتور الثاني فضلا عن الثالث فضلا يقولوا حياتهم ما ينبغي أن يقال هذا ولا يجوز لهم وإنما عليهم أن يجتهدوا. هذا مثل في العلم هم يطبقونه في غير العلم. مثلا إذا أراد أحدهم أن يشتري بضاعة ما لا يذهب إلى أي بائع وإنما يتحرى يسأل من الأرخص من الأجود من إلى آخره. الدين أولى بأن يتحققوا وأن يعني يتبينوا. هناك أشياء مرجحات كثيرة كثيرة جدا. أحد هؤلاء ونحن ضربنا أمثلة للدكاترة دكاترة آخر الزمان، لكن حقيقة نحن لا نقف عند هؤلاء فقط وإنما نتكلم عن كل العلماء الآخرين. لابد من ملاحظة هذه الفروق وهذا الفرق الأول في العمر في السن في طول الدراسة وقصر الدراسة ونحو ذلك. لكن هناك فارق ثاني وهو مهم جدا وهو أن ينظروا في هذين العالمين بغض النظر عن الترجيح الأول، هناك ترجيح ثاني. أحدهما يعني يمكن أن يكون كما قال بعض الظرفاء عندنا في سوريا العلماء من حيث واقعوا في هذا الزمان قسمان، قسم عالم عامل وقسم عامل عالم، مفهوم العكس مو كثير لأنه تعبير سوري، تعبير سوري هذا. ما أنا بقول قسم الأول مفهوم عالم عامل يعني بعلمه، لكن العكس عامل عالم يقول من الشام فلان عامل حال عالم، فاختصروها وقالوا في القسم الثاني عامل عالم يعني ليس بعالم مش لا يعمل بعلمه. لا، فإذا العلماء بين الناس واقع يدعي العلم. نعم، واقع العلماء في هذا الزمان قسمان، منهم العالم حقيقة ومنهم كما قال الأستاذ يدعي العلم، وبالتعبير السوري كنكتة قسمان عالم عامل وعامل عالم. إذا هؤلاء العامة الذين يدعون بأن العلماء حيروهم هم حيروا أنفسهم، هم ضيعوا أنفسهم، لأن الله عز وجل حينما وهبهم العقل المميز لمعرفة العالم من الجاهل الخير من الشر إلى آخره هم عطلوا هذه الجوهرة النفيسة التي أودعها الله عز وجل فيهم، فهم من هذه الحيثية من حيث تعطيلهم هم سيؤاخذون. ولا ينفعهم احتجاجهم بأن العلماء حيروهم للسببين المذكورين آنفا، أنه قد يكون عالم حديث عالم بالعلم هذا الصورة الأولى، وقد يكون قديم العلم فهذا يقدم على الأول، وقد يكون أشكل من ذلك عالم عامل وعامل عالم.
في احتمال ثالث او لابد من نظرة ثالثة، وهي ان يكون من النوع الاول عالم عامل بعلمه لكنه معروف بصلاحه عند العامة، اما الاخر ليس معروفا، فاذا هو ينبغي ان يهتم لهذا العالم الذي يعرفه صالحا، يعني لا يكون